جميعا، كيف حالكم؟ هل تتذكرون قصة المحاضرة الماضية؟ الطفلان كان يسيران وقابلا مفترقا للطرق، وكان يجب عليهما اختيار واحدا منهما. هما أغلقا عينهما وقالا أمنيتهما. هيا ننطلق معا في رحلة القصة لنعرف هل ستتحقق أمنيتهما أم لا؟ اختار الطفلان أحد الطريقين ثم بدأا يمشيان معا. بينما هما يمشيان، ظهر أمامهما نهر صاف، ويعبر من فوق النهر جسر على شكل قوس قزح. قال الطفل: ماذا يوجد إذا عبرنا هذا الجسر؟ وقالت الطفلة أيضا: عندي فضول شديد وأتطلع لما خلف الجسر. نعم، الطفلان بعد عبورهما مفترق الطرق قابلا جسر قوس قزح. هل نرسم معا جسر قوس قزح اليوم يا أصدقائي؟ إذن سنرسم أولاً في آخر الصفحة طريقاً، ثم نحاول رسم جسر قوس قزح. أولاً نرسم الطريق هكذا، ثم نرسم جسر قوس قزح بشكل منحن لأعلى هكذا. وهذا الجانب أيضاً لأعلى هكذا. وفي الجانب أيضا نرسم طريقا لهذا الاتجاه. نرسم هنا خطوطا هكذا لرسم ألوان قوس قزح كلها. سنحاول رسم 7 ألوان: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والسماوي والبنفسجي. وسنرسم النهر هذه الناحية كلها، وهيا نحدد نقطة نهاية النهر. ونعتقد أنه يوجد نهر في هذه الناحية أيضا. لو رسمنا خطا هكذا سيوجد هنا نهر أيضا، والجزء الأعلى هو السماء. والآن لجسر قوس قزح بالطبع يوجد أعمدة، سنرسم الأعمدة. نرسم الأعمدة بهذا اللون. الأعمدة ضرورية لتحمل الوزن، صحيح؟ لنرسمه قوياً ليتحمل الأوزان. في هذه الناحية عند نهاية الأعمدة نرسم موجة لنعبر عن وجود باقي العمود تحت النهر. ولنرسم عدداً من الموجات هنا لنعرف أن هذا نهر. وبالأزرق الغامق مثلا نرسم بعض الموجات أيضا. أتشعرون أنه نهر أفضل من قبل؟ حسنا، والآن لنبدأ بتلوين جسر قوس قزح. نعم، في هذه الناحية نلون باللون الأحمر هكذا. ترتيب الألوان طبعاً كما تريدون، ولا يجب أن تبدأوا باللون الأحمر.
وبجانبه اللون البرتقالي مثلا. ثم نلون بالأصفر. وبعد ذلك الأخضر المصفر. ما رأيكم؟ الآن لونا الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر المصفر. أيبدو الجسر ملونا هكذا؟ هيا نلون بالسماوي أيضا. إذا كنتم متعبين يمكنكم الاستراحة، ولا يجب أن تلونوها بدقة كبيرة. ثم بعد ذلك الأزرق. وبجانبه البنفسجي. بعد تلوين البنفسجي تكتمل ألوان قوس قزح السبعة. وسألون بجانبه باللون الوردي لأجعله جسرا لطيفا أكثر. نعم، والآن لنلون الأعمدة بالألوان المائية. نرسم هنا نمط الأرض. هكذا نعطي إحساس رسم الأرض. والآن هيا نلون بالألوان المائية. صحيح، نجهز الماء هكذا والفرشاة والطبق، ثم نضع الفرشاة في الماء. من أين نبدأ التلوين؟ هل نبدأ بالأعمدة؟ هيا نلون الأعمدة بالبنفسجي، ونلون الذي بجواره أيضاً. غمست الفرشاة في اللون ليكون غامقاً أكثر، ثم بعد ذلك سنلون الأرض. ولأنه لا يجب ظهور اللون البنفسجي، يجب غسل الفرشاة جيداً أولاً.
ثم نلونها باللون الأحمر الغامق. والناحية الأخرى أيضاً باللون البني، ثم نغسل الفرشاة جيداً بالماء هكذا. وبعد ذلك نلون النهر، سنلونه باللون الأزرق. هكذا، ولأن النهر عبارة عن مياه، نغمس الفرشاة في الماء أكثر لنحاول جعله مثل نهر حقيقي. يبدو كنهر حقيقي عندما نبلل الفرشاة بالماء أكثر بدلا من كمية قليلة من المياه. صحيح، يمكنكم خلط الألوان التي تريدونها لنحاول خلط البنفسجي. نخلط الأزرق والبنفسجي ثم نلون في الجانب بشكل خفيف. أو مثلاً نغسل الفرشاة جيداً ثم نخلط اللون الأخضر بشكل خفيف. في هذا الجانب نخلط اللون الأخضر. ثم مرة أخرى الجزء الأعلى باللون الأزرق، وأخيراً نلون هذه الناحية بشكل واسع. في حال نقصان الماء نغمس الفرشاة في الماء ثم نلون، ويمكننا تكرار هذا. نعم، بعد ذلك سنلون السماء. أعتقد أنه إذا لوننا السماء بالأزرق مثل النهر لن يمكن الفصل بينهما، لذلك نستخدم الأصفر الفاتح للتلوين والتعبير عن أشعة الشمس الساطعة. نغمسها في اللون الأصفر بشكل خفيف ونلون السماء المشرقة. وبالمثل يمكن الشعور بالسماء بشكل أكثر عندما تكون الفرشاة مبللة بالماء أكثر. نعم، بعد تلوين الأصفر الفاتح نشعر بأشعة الشمس. صحيح، واو، انتهينا من التلوين أيضا. نعم، ما رأيكم عن محاضرة اليوم؟ هل تتطلعون لما يوجد خلف جسر قوس قزح؟ أنا أتطلع جدا لرحلة البحث عن طريق هذه. ماذا سيحدث بعد عبور جسر قوس قزح؟ أتمنى أن ترسموا بمشاعر التطلع التي توجد في قلوبكم. تطلعوا للمحاضرة القادمة وأراكم مرة أخرى. إلى اللقاء.